وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يسأل عن حكم أكل لحم الفرس. جمهور العلماء على جوازه، الأحناف ومع أبي حنيفة صاحباه أبو يوسف يعقوب ومحمد الحسن الشيباني على كراهة ذلك، لكن حقيقة أدلة الجمهور تقوى على أدلة الأحناف، وأدلة الأحناف لا تنفهض أمام أدلة الجمهور. فنأتي لحديث أسماء في المتفق عليه، قالت: نحرنا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرسا فأكلناه. وأيضا حديث جابر عند الدارقطني والبيهقي وحسنه أو صحح إسناده النووي عن جابر قال: سافرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها ونشرب ألبانها. أما أدلة الأحناف الذين كرهوا ذلك هي من القرآن، لكن لا تنتهض عن هذا، يعني هم يستدلون بقول ربنا عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقالوا ربنا هنا قال لتركبوها وزينة، يعني قال الخيل والبغال والحمير وجد دلالة من الخيل، قال الخيل للركوب والزينة، فهم قصروها على ذلك، قالوا ما ربي ما قال اللحم أو الأكل، فإذا هنا تبقى على ما هي عليه. العلماء ردوا عليهم فقالوا: إنما ذكر الركوب والزينة لأنها معظم المقصود من المنفعة في الخيل هي الركوب والزينة، لكن هذا ليس معناه أنها قصرت فقط على هاتين المنفعتين. والدليل قال ربنا عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فذكر اللحم لأن معظم المقصود هنا اللحم، لكن المسلمون مجمعون على أن شحم الخنزير حرام ودمه حرام وجميع أجزائه أيضا أيضا حرام. وقالوا أيضا: طيب الله عز وجل لم يتكلم على حمل الأثقال على الخيل، مع أنه قال في سورة الأنعام: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين بشق الأنفس. ومع ذلك الله عز وجل أجمع المسلمون أنه حمل الأثقال على الخيل ليست حراما ولم تحرم. والدليل الآخر اللي أخذوه الأحناف رحمة الله عليهم اللي هو خالد بن الوليد قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل زناب من الشباع. هذا عند أبي داود ونسائي وابن ماجه، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال فيه البخاري: هذا الحديث فيه نظر، إذا البخاري قال فيه نظر معنى عليه أن يستدل به. وقال البيهقي: هذا إسناد مضطرب، ومع اضطرابه هو مخالف لحديث ثقات اللي احنا ذكرنا، حديث أسماء عند البخاري ومسلم وحديث جابر عند البيهقي والدارقطني. وقال الخطابي: في إسناده نظر. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وهو رواه في سننه، ومع ذلك قال هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: حديث الإباحة أصح. وقال النسائي: حديث الإباحة أصح. وعلى كل حال قول الجمهور هو الأصح في المسألة، وهو أن لحوم الخيل جائزة وألبانها جائزة، والأحناف قول في ذلك ضعيف. رحمة الله على الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.